فهنا غادي نركزوا على الطبخ اللي كياخذ المواد الغذائية، الطبخ اللي كياخذ وقت طويل، والطبخ اللي كياخذ وقت سريع، لأن النساء الآن عندهم طبخ سريع، يعني اللي ما كياخذش وقت اللي هي المقلة، الكوكوت ولا المقلة. فيعني كنلاحظوا أن تقريبا المواد فوق من أكثر من 40% ديال الأشياء اللي طايبة في المقلة، بما في ذلك الشباكية والبريوات والمسائل هذه كلها دايزة من المقلة، المسمن وأشياء هذه كلها سريعة، يعني أشياء مثلا للمقليات بحال السمك، الناس اللي كيف تربى بعد السمك مقلي، غير ننبهوهم الأشياء اللي كتوطها في وقت قصير هي تهضم في وقت طويل، كتاخذ وقت طويل في الهضم، والأشياء اللي كتاخذ وقت طويل في الطهي كتهضم في وقت قصير، يعني لأن رمضان كما تكلمنا يعني في الحلقة الأولى هو داخل في الديتوكس، داخل في الكلينس، يعني في غسل الجسم، فخص نعطيه أولا أشياء طازجة. وشنو علاش حنا كنركزوا على الفواكه؟ لأن الفواكه ما كطيبش، كتكال طازجة، الفواكه فيها سكريات، فايت الخضر بسكريات، كاين خضرة واحدة اللي فيها السكريات هي الجزر، الخضرة الأخرى ما فيهاش سكريات بسيطة، الفواكه فايت الخضر بالسكريات، وفايت الخضر بالأنزيمات، لأن الخضر تطهى، الأنزيمات كتقضي عليها الحرارة، والفواكه ملي كناكلوا الفواكه كتكال طازجه طبعا، كيبقاو أنزيمات. الانزيمات يعني في هذا المضادات للاكسده، هذوك ما كتلفهمش النار، يعني كاينين في الخضر وفي الفواكه، ولكن التركيز ديالهم في الفواكه اكثر من الخضر. عاد النوع ديال يعني ديال المضادات للاكسده بحال ماده اللايكوبين اللي كاينه في في البطيخ الاحمر، وكاين الريزفيراترول اللي كاين في العنب، وكاين الحمض الايلاجيك اللي كاين في التفاح، وكاين يعني هاد الفلافونويدات، منهم تيروزول، الهيدروكسيتيروزول اللي كاين في الزيتون، منهم اشياء. هاد المضادات للاكسده هي التي تحفظ الجسم من الامراض، هي التي هي الوقايه، يعني الموجوده الان في التغذيه وليس في الاعشاب ولا في هاد الخلطات، هي موجوده في التغذيه. المضادات للاكسده هي السر ديال السر العلاجي او القسط الطبي اللي موجود في الاكل، ان الاكل فيه قسط طبي وفيه قسط طبعا للطاقه غذائي للجسم. فيعني حاولوا النساء ما امكن، حتى الا كان بغاو ياكلوا، ولا كان شي اكل يكون طاجين مثلا، لان الطاجين كياخذ وقت طويل وكيتهضم بسرعه، يعني ما كيعرقش المعده، ما كيعذبش المعده في يعني في 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 في, في, في الهضم. هضم. ويبتعدوا عليه، يمتنعوا عن الاشياء اللي مطهيه بسرعه، يعني هذه المقليات على نعم الخصوص. واضح. ثم الاشياء الكابحه للهضم اللي نعم فيها الميلانويدات هي الحلويات، الحلويات كلها فيها ميلانويدات، وفيها الاكريلاميد، يعني الاكريلاميد والبيروكسيد طبعا، لانك كتقلى في الزيت كاين فيها البيروكسيدات، يعني هذه المكونات هذه تكبح الهضم، ما كتخليش المعده تهضم. يعني كيلاحظوا الناس اللي كيكثروا عاليين كل شيء، الناس كيحسوا بهذا الشيء، علاش الى فتره بواحد ثلاثه القطع ديال الحلوى الشباكيه مباشره ثم يفطروا، غادي نلاحظوا بان الهضم ديالهم غادي يطول اكثر من 5 سوايع، غادي تبقى المعده منتفخه، لان الميلانويدات ديال الحلوى الشباكيه كيحبسوا الهضم، يعني كاين كبح ديال الهضم ما كيخليش المعده تتحرك. اللي بغى ما يجيش الجوع نعم ياكل شباكيه فحار. باش هذه مساله صحيه. نعم علي اللي بغى ياخر ياخر، احنا ما كنصحوش بها، يعني في علم التغذيه احنا عندنا البيروكسيدات والميلانويدات، يعني هذو كونداني، يعني هذو يعني مساله مفروغ منها، ما كنناقشوش هذه البيروكسيدات على الخصوص الان، بيروكسيدات مواد مسرطنه، يعني ما كاينش يعني الامريكيين الان. حلويات. نعم لان ما بقيناش القضيه المقليه لحاجه المقله، كاين المؤتمر اللي كان في ساراغوس في 1994 كان فيه اليموطاسيون نوتريسيون سانتي، كان مؤتمر كبير يعني حضروا كاع الباحثين الكبار ديال العالم، وجات وحده كاتلين جايزلر كانت من بريطانيا، وكانت هزه المقله في يدها، كتقول لعباد الله يعني هنا السر ديال الامراض والخطر ديال هذا هو المقله، يعني هذه الحاجه اللي كتقلب بسرعه هي كتعني بها، كانت ترمز للحاجه اللي كطيب بسرعه، يعني هي المقله، وكانت تقول لعباد الله حيدتوا غير هذه من بيوتكم غادي تنقصوا باكثر من 40% ديال الامراض، وخصوصا يعني لهذه القضيه ديال الانيميا وهشاشه العظام، الم المفاصل، وهذه الاشياء هي جايه من هذا القلي، من الحاجه نعم المقليه نعم في يعني نعم في الزيت.